VF كيرف بنرجع نرسم هذا الشكل. هاي حكينا انها فريكونسي. في عندي هلا هون الريتد فريكونسي بنسميها اف نومينال او شيء، وعندي الريتد فولتج هذا اللي بيجي على المحرك اللي بجيبه من وين هذا؟ من النمبر بليت او من السبيسيفيكيشن تبعت المحرك. هاي النقطة أساسية لازم نشتغل عليها ونمر فيها. تحت هاي عندي الكونستنت تورك ريجن، هون بقدر أحافظ على التورك كونستنت. فوقها هون بصير عندي تورك ريدكشن أو خلينا نسميها كونستنت تورك، هاي المكان هون، وفوقها هي كونستنت باور. هلا بناخذ لون مختلف للتورك، خلينا نحط التورك بالأحمر. فلو انا الان عملت البوست وعملت كل الاشياء المطلوبه راح الاقي انه التورك راح يضل كونستنت بالفتره. طبعا ات لو سبيد راح في عندي مشكله، راح تصير ات لو سبيد، فانا بديش انزل هون لزيرو او 1 هرتز، في صعوبه اني احافظ على هذا التورك. وبعد النقطه هاي راح يبدا ينزل التورك. اذا هذا الاحمر هو التورك لانك انت تجاوزت الريتد سبيد تبعت السيستم. طبعا هذا الاكسس اللي هون هو الفولتج، وهذه هون في ريتد، وهذا سميه اذا بدك اف ريتد، هذا الريتد فريكونسي والريتد فولتج. لانه سكيلر كنترول، سكيلر كنترول. احنا بتذكر انه كل الفيربل فريكونسي درايف اللي بنحكي عنهم هلا هم سكيلر كنترول، هو بيستخدم بلس ويث موديليشن. البلس ويث موديليشن بغير فيه الفولتج والفريكونسي باي تشينجينج ذا موديليشن، والريكتيفاير كونستانت فولتج. هذا اسمه سكيلر، سكيلر يعني كانه بيحكي انه في شيء ايش؟ فيكتور كنترول. الفيكتور كنترول بيقدر يبدا يعطيني يحافظ على التورك، هذا التورك راح يضعف فيه مش راح يقدر ينزل. بشكل عام بشكل عام السكيلر كنترول حدوده حوالي 15 هرتز، لو 15 هرتز ما بيقدر يعطيني هذا الكونستنت تورك، في مشكله بتصير فيه. بدي اضطر اروح على فيكتور كنترول او دايركت تورك كنترول، فلكس فيكتور كنترول. هذا السكيلر كنترول بيعاني بالسرعات الواطيه، بيقدرش يضل يحافظ على نفس التورك. فوق هاي النقطة بده ينزل التورك، لأنه هذه المرحلة هاي اسمها constant power region. وتذكر إنه الباور بيساوي أوميجا في تي، مظبوط؟ فمن هون إجت الكونستنت باور. لأنه أنا عم لما بزيد الفريكونسي شو بزيد معي؟ السرعة. ولما يزيد السرعة شو لازم يصير بالتورك حتى يضل الباور كونستنت؟ فبنزل التورك عندي، هذه هون constant power. وإذا رسمنا الباور أو خلينا نرسم هلا الفولتج، الفولتج الآن راح يتغير معي إذا نرسمه بالأزرق. إذا بترسم هذا الكيرف في أشكال مختلفة للكيرف، أنا راح أرسم أحد الأشكال زي اللي رسمناه قبل شوي. مثلا لو كانت عندي هاي نقطة وهاي نقطة، فالفولتج بعد النقطة هاي بقدرش أزيده خلص، ما أنا حطيت الفول فولتج مش هيك؟ أصلا المحرك مش مصمم إني أزيد الفولتج عنه، ففوق النقطة هاي خلص بضل الفولتج على الريتد فولتج. تحتها شو عمالي بعمل؟ بس تنزل الفريكونسي شو بعمل بالفولتج؟ بنزله. لكن عند نقطة معينة شو عملت هون؟ عملنا البوست، لانه هذا الخط لو انه كمل بمر في الزيرو. مظبوط؟ انا ما ايش بعمل فيه؟ بعمل له بوست. شفتوا المثال هلا اللي اخذناه من المانيوال؟ اخذنا النقطة هاي واخذنا النقطة هاي، احنا المثال اللي حللناه في المحاضرة ما عملنا هيك إذا متذكرين. كله رفعنا النقطة هاي ورفعنا هذا بصير مش يعني نوت سو كريتيكال. أو ممكن حتى شكله يكون مختلف، أو ممكن مانيفاكتشر يعطيك أكثر من نقاط، ممكن مانيفاكتشر يطلع بفيتشر يقول لك إيه أنا بخليك ترسم الكيرف زي ما بدك من هون، ممكن اتس نوت سو كريتيكال، المهم تعمل شوية بوست منه، تعمل بوست هون حتى يضل التورك، عشان تلاحظ كيف التورك كونستنت. هلا احنا هون أنا ما بديش أنزل كثير لأنه أنا فعلياً بالسكيلر كنترول ما بقدر أنزل هون، لما نحكي عن الفلوكس فيكتور كنترول رح تشوف كيف نقدر نجيب جود تورك حتى لبوينت 1 ل 1 هرتز. ولما طلعنا هون هذه صارت الكونستنت باور. هلا هون في بعض أجهزة بتطلع ل 400 هرتز. لا بس طبعاً ويز لوس أوف تورك، التورك بينزل. بس في بعض التطبيقات ما بدها تورك، يعني فيش فيها تورك عالي، بس أنا بدي أحرك السيستم على هاي فريكونسي، فهي بدل ما تكون 50 هرتز بدها تضل ماشي من هون لحد ما أوصل 400 هرتز. لكن بشكل عام احنا معظم التطبيقات راح نلاقي 65 70 هرتز بهذه الحدود. بنقدر في عندنا التورك نزل، يمكن انا بالغت في نزول التورك من هون، بس هي الفكره انه التورك بينزل حتى تضلها الباور كونستنت، لكن هون الباور عم بتزيد معنا. وهذا اذا الازرق هذا هو الفولتج، وهذا الكيرف مهم جدا. هذا هو اي مبدا في اف ريشو بحافظ بيشتغل بتبع هذه السيتنجز اللي موجوده هون بالفولتج. الفولتج هون بضل كونستنت، بنزله هون بعدين بعمل له بوست ات لو فريكونسيز.